Ja, nou, dat nog wel gaan ze. A single zone, single deck, constant volume system. اللي هي هذا اللي أنا شارحه هاي سابقا من نقطة من النقاط المعاني مالته اللي هو single deck, single zone اللي هو الحيز الواحد. Single deck اللي هو الدكت الواحد مو الدي ولا أو الدبل, يعني يسمى اما دي ولا أو دبل اللي هو اثنين دكتات سوية. Constant volume system اللي هو ثابت الحجم اللي موجود عندك هنا. شدي يقول لك, دي يقول لك use for both cooling and heating smoke mostly. اللي هي يقول لك يستخدم اثنينهم اللي هي كولينج والهيتنج سوية, وهي غلط فوس. ليش؟ إن هو دكت واحد ومو دكتين, حتى انه انا قاعد اعطيهم اثنينهم برودة وحرارة سوية. اما الديول او الدبل ذاك لا, ذاك اقدر اسوي له ملتي اوصلي. زين, النقطة اللي وراها يقول لك the cooling capacity is controlled by controlling the supply air temperature. اللي هو السعة التبريدية انا اقوم اقدر اتحكم بيها اذا تحكمت بالسبلاي اللي قاعد انطيه. فهنا هاي النقطة طبعا تعتبر ترو, انه اني اقدر اتحكم من خلال السبلاي اللي موجود بالسعة التبريدية اللي موجودة عندي. زين, عندك نقطة السي اللي هي not suitable when the space conditions have to be controlled precisely. اللي هو يعني شلون مثل ما نقول يعتبر شيء غير دقيق هو هذا السنجل دك, وهذا فوس. هذا احنا اصلا هو دقيق يعني الشغل مالته, واذا كان ديول او دبل كان يعني يصير بعد ادق اكثر من ناحية الشغل مالته. اما النقطة دي اللي هي can be used for large single rooms only, وهي false, لان احنا نستخدم هذا السبلت نقدر نستخدمه عادي انه تكون لغرف صغيرة مو شرط دائما كبيرة. طبعا بالمناسبة نقطة السيخة شوية ترجمة مالتها على مود تتوضح اكثر, اللي هي يقصد غير مناسب من ناحية اذا ردنا نستخدمه بمكان دقيق, وهذا false لان احنا هو اصلا هو دقيق يعني فعادي نستخدمه. زين, نقطة السادسة اللي هي dual deck systems are provide either cooling or heating. هاي false. ليش؟ لأن هو dual deck يعني معناها دكتين, هاي الاثنين اللي معناتها عشرة وذني الأمور. يقول لك نستخدم بي أما تبريد وأما تدفئة. هاي false. يعني استخدمها يعني اثنين تنسوية. ودي يقول لك أما هاي وأما هاي. يعني أنا مو أطفي واحد وشغل واحد. لا, هذا يقصد فقط أما تبريد وأما فقط تدفئة. ما أقدر أستخدم هنا اثنين هنا أو أطفي واحد وشغل واحد. الأيدر هي أما أو القصد. زين. Constant air volume system. اللي هو يعني هاي تذكر هاي مالت فقرة انه اني اثبت السرعة مالت الفان واغير درجة الحرارة, او اغير سرعة الفان واثبت درجة الحرارة. هو جدي يقول لك انه هو constant air volume, لا هو ممكن يكون variable air volume اللي يعني غير سرعة الفان كلش طبيعي. فاذا هاي false. مالت الطاقة صرفها اقل, لا غلط. ليش؟ يعني دكتين دا اشتغل بيهن, يعني بدل ما دكت واحد صار دكتين. طبعا الطاقة يصرف اكثر, فهو مو يعتبر energy efficient, يعني مو يعني محتفظ بالطاقة او كشان مثل ما نقول احسن من ناحية حفظة للطاقة. زين, اذا هاي false. نقطة دي occupy more space compared to a single deck systems. اللي هو يقصد انه يشغل مساحة اكبر بالنسبة للسنجل دك سيستم, وهي اكيد بدل ما كان دكت واحد سويت لدكتين, فاكيد المساحة راح ياخذ اكبر. زين, for summer air conditioning the relative humidity of air should be less than 40%. احنا ال relative humidity تتراوح من 40% to 60% عالميا, فاقل قيمة اللي هي 40 احنا ناخذها. عندنا بالعراق مثلا توصل على شيء جزء 52, يعني حتى اللي سويناها بالمشروع هاي ترى تعتبر اعلى قيمة بيوم من الايام. اكو ايام جزء توصل 18 يعني القيمة, بس يعني كرينج للrelative humidity. زين, عندك هنا in winter air conditioning the air is cooled and humidified. أنا أنطي برودة وأنطي رطوبة بالشتاء شوية على مود لأن الهواء جاف, فأنطي رطوبة من هنا.